إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سوف نكون مع الآية 283 من سورة البقرة، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة. هذا الجزء من الآية الكريمة هو معطوف على الحكم السابق في قوله تبارك وتعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهو من عطف الجمل بعضها على بعض. والله سبحانه وتعالى يبين في هذه الجملة حكم وضع آخر يتعلق بالمعاملات، عندما تكون هذه المعاملات في منأى عن الأوطان، بحيث يكون المتعاملان في السفر، فإنه يعدل عندئذ إلى الرهن عند عدم توفر الكاتب والشهود. من أجل الاستيثاق، وإن كنتم على سفر، السفر هو معلوم وهو مأخوذ من سفر بمعنى برز، لأن المسافر يبرز من بين البيوت ويخرج من قريته أو مدينته، فهو يبرز للصحراء ويلتقي بالمارة التي تمر بطريقه، فلذلك سمي السفر سفراً، وقيل بأنه سمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فتتجلى فيه طباع الناس ومعادنهم، وهو معروف بأنه خروج الإنسان عن مستقره، أي عن مكان وطنه. ولم تجدوا كاتباً، ولم يوجد في السفر كاتب، لأن السفر مظنة عدم وجود الكتاب، فإن الأمور التي تتهيأ في الحضر لا تتهيأ في السفر، ولذلك كان الحكم هو الذي جاء في قوله: فرهان مقبوضة، أي فالوثيقة رهان مقبوضة، أو فرهان مقبوضة تحل محل الكتب والشهادة. وجمهور القراء ومنهم العشرة قرأوا: ولم تجدوا كاتبا، ولم تجدوا كاتبا. وروي عن ابن عباس وأبي رضي الله عنهما أنهما قرأ: ولم تجدوا كتابا. وهذه القراءة مروية عن مجاهد وأبي العالية وغيرهما، ولكنها ليست من قراءة العشرة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: ولم تجدوا كتابا،
وروي عن أبي العالية أنه قرأ ولم تجدوا كتبا. وقد انتقد النحاس قراءة ولم تجدوا كتابا، وقال بأنها مخالفة لقراءة العامة، ولذلك فهي قراءة لا يؤخذ بها، هي قراءة مردودة، لأن العامة لا تكاد تتفق على شيء إلا وهو طبق ما ينبغي أن يكون. وقراءة كتابا خرجت على أن الكتاب مصدر، مصدر كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابه، وجوز جماعة من أهل العلم أن تكون هذه القراءة خارجة، على أن الكتاب جمع كاتب، كما يقال في جمع قائم قيام، وفي جمع صائم صيام، وذلك لا ينحصر فيما كان معتلا فقط، فقد جاء في غير المعتل أن يجمع فاعل على فعال، فخرجت على هذا، وهذا الذي اختاره ابن عطية. وبناء على ذلك قال أيضا بأن قراءة كتاب إنما هي بمعنى جمع كاتب، وهذا إنما صير إليه لأجل النظر في تعدد النوازل، ولكل نازلة كاتب. وكذلك قراءة كتبا، فإن هذه القراءة إنما هي خارجة على قصد جمع الكتاب، وتتعدد الكتابات بسبب تعدد النوازل، فلذلك تحمل هذه القراءة على هذا المحمل. وقال إنما يصار إلى القراءة التي اشتهرت من حيث إنها مطابقة للمصحف الإمام، أي يؤخذ بها ويعول عليها في القراءة دون هذه القراءات الأخرى، لأجل مخالفة هذه القراءة لرسم المصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخليفة الثالث، فكان الأخذ بما رسم في ذلك المصحف إجماع. فرهان مقبوضة، الرهان جمع رهن، ففعل يجمع على فعال، هذا مشتهر، يقال صعب وصعاب، ويقال ركب وركاب. وقراءة القراء الثمانية من العشرة، أي من عدا أبا عمرو وابن كثير، هكذا قرأوا فرهان، وقرأ أبو عمرو وابن كثير فرهن، فرهن مقبوضة. واختلفوا في الرهن، هل هو جمع رهن أو هو جمع رهان فيكون جمعا للجمع؟ فرهن مقبوضة، الرهن قيل هو جمع الجمع، لأن فعالا يجمع على فعل ككتاب وكتب. وخرج هذه القراءة جماعة من العلماء على أن الرهن جمع رهن، وقالوا بأن فعلا يجمع على فعل، وقد ورد ذلك في مواضع معدودة، منها
حلق وحلق ونشر ونشر وبسط وبسط وفرش وفرش، ولكن الذي يتبادر لي أن الفرش والبسط إنما هما جمع فراش وبساط، كما هو مشهور أن يجمع فعالا على فعل، بل كل ما كان على فعيل أو فعال أو فعال أو فعول يجمع هذا الجمع إذا قصد به الكثرة، أي جمع الكثرة لا جمع القلة، مع كونه غير مهموز ولا معتل، كجمع رسول على رسل، وجمع كتاب على كتب، وجمع نذير على نذر، وجمع حصير على حصر، فإن هذا من الشائع في الجموع. وجمع الجمع ذهب سيبويه إلى أنه لا يقاس عليه، ولذلك رجح من رجح أن يكون الرهن جمع رهن لا جمع رهان، ولكن مع ذلك أيضا مجيء فعل جمعا لفعل هو غير مقيس، وقد جاء جمع الجمع في مواضع متعددة، ومن أئمة العربية من غير من نحى منحى سيبويه من يؤيد هذا الرأي. فرهان، الرهان كما علمنا جمع رهن، والرهن يستعمل بمعنى البقاء والاستمرار، يقال فلان راهن في مكان كذا، بمعنى مستمر عليه، مستمر على البقاء في ذلك المكان، كما جاء في بعض الأشعار: خبز ولحم راهن، أي دائم. واستعمل الرهن بمعنى الحبس، لذلك يقال فلان رهين موضع كذا، بمعنى حبيس في ذلك الموضع أو محبوس لا يتعدى ذلك الموضع إلى غيره. ومن هذا الاستعمال جاء استعمال الرهن في المعنى المعروف، والأصل في الرهن أن يكون مصدراً لرهن، يرهن رهناً إذا جعل شيئاً ما مرتهناً في يد من له الحق، ولكن استعمل المصدر بمعنى المفعول فيطلق الرهن على العين المرهونة، ومن ذلك قولهم ذهب الرهن بما فيه. فالرهن في الاستعمال الشائع بمعنى العين المرهونة، ومعنى الرهن إذن أن يمسك أحد له حق على آخر منه عينا تبقى في يده لتكون ضمانا لوفاء حقه، أي تكون وثيقة بيده يتوصل بها إلى استيفاء حقه. فرهان مقبوضة. الرهان اشترط فيها أن تكون مقبوضة، لأنه بغير قبض لا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى الاستيثاق من حقه، إنما الاستيثاق بقبض هذه العين المرتهنة، وإلا فكيف يمكن أن ينتفع بمجرد القول؟ ومن أجل هذا
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد الرهن من غير قبض العين المرتهنة لا يصح، هو باطل من أساسه. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يصح الرهن، أي يصح هذا العقد مع فرض أن يسلم الراهن المرتهن تلك العين، أي على الراهن أن يسلم المرتهن ما رهنه له. يجبر الراهن على التسليم. وهذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام مالك هو الذي ذهب إليه قطب الأئمة رحمه الله تعالى في التيسير، ولم أجده في غيره من كتبه. قال بأن الرهن يصح، ولكن يلزم الراهن بأن يسلم للمرتهن هذه العين التي رهنها له. وانتصر بعض المالكية لهذا الرأي بوصف الله تبارك وتعالى الرهان بأنها مقبوضة بعد أن سمها رهانا، ومعنى ذلك أن الرهن واقع وإنما يشترط القبض. وهذا تمحل عجيب، فإن مجيء القيود في العبارات الشرعية إنما تدل على أن الحقائق الشرعية لا تتم بدون تلك القيود. والرهن لا ينحصر في حالة السفر فقط، بل هو ثابت في السفر بالنص القطعي من القرآن، وهو ثابت في الحضر بفعل الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. فقد جاء في الروايات المروية من عدة طرق، من طريق عائشة وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه ليهودي. وجاء في كثير من هذه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند اليهودي، رهنه إياها في طعام لقوت أهله في شعير يقتات به أهله. وهذه الروايات بعض منها عند الشيخين وبعض منها عند أصحاب السنن، هي روايات لم يختلف علماء الحديث والفقهاء في صحتها والأخذ بمدلولها، اللهم إلا ما قاله جماعة قليلة بأن الرهن لا يجوز إلا في السفر. وهذا القول هو قول الضحاك ومجاهد وداود الظاهري، ولم نعثر عليه معزوا إلى غير هؤلاء. فهؤلاء قالوا بأن الرهن لا يجوز إلا في السفر، أخذاً بمدلول قوله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر، فاعتبروا التقييد الحاصل من الشرط وأخذوا بمفهومه. وجمهور أهل العلم قالوا بأنه لا مفهوم لهذا القيد، إذ لم يرد به الاحتراز، وإنما أجري مجرى الأغلب المعتاد،
ففي أغلب أحوال السفر يتعذر وجود الكاتب ووجود الشهود مع احتياج الناس إلى المعاملات، ويقل هذا التعذر في الأوطان وما جرى من المنطوق مجرى الأغلب المعتاد، فإنه لا يحتج بمفهومه عند الأصوليين. وقد دلت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن هذا المفهوم لا يحتج به، فإذا يؤخذ بمدلول السنة ويلغى الأخذ بالمفهوم، خصوصا مع كونه كما قلنا جاريا مجرى الأغلب المعتاد. وبسبب اشتراط القبض في العين المرهونة ذهب جمهور العلماء إلى أن العين المرهونة يجب أن تكون متميزة بحيث لا تكون في ضمن المشاع، فالمشاع لا يجوز رهنه لعدم إمكان القبض مع اشتراط القبض. وذهبت المالكية إلى جواز رهن المشاع، وقالوا بأن القبض لا يتعذر في المشاع، ولا يتصور أن يكون قبض في المشاع إلا أن يكون المشاع مشاعا بين الراهن والمرتهن فحسب، بحيث تكون عين مشاعة بين الراهن والمرتهن، فيمكن أن يتصور في هذه العين أن يسلمها الراهن إلى المرتهن بأسرها ليكون نصيبه مرتهنا عنده. أما إن كان المشاع مشاعا بين مجموعة أكثر من الراهن والمرتهن، أو أن يكون المشاع مشاعا بين الراهن وشخص آخر غير المرتهن، فإن القبض يتعذر، إذ كيف يقبض المرتهن حق غير الراهن؟ كذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرهن يشترط فيه ألا يكون حقا في ذمة المرتهن، فلا يجوز للراهن أن يرهن حقه الذي له في ذمة المرتهن، لأن القبض هنا متعذر، إذ كيف يسلم الراهن هذا الشيء الذي هو ليس بيده وإن كان حقا له؟ والمالكية أيضا قالوا بالجواز في ذلك، وقالوا بأنه إن كان للراهن حق في ذمة المرتهن ثم استدان منه دينا، فإنه في هذه الحالة يمكنه أن يجعل ما بذمة المرتهن رهنا بيده حتى يوفيه حقه. هذا. والرهن أمر شائع في الأمم، وقد كان موجودا في عهود أهل الجاهلية، ولكنهم كانوا يتجاوزون الحدود، ف
فيرهنون ما لا يملكون رقبته. والشريعة الإسلامية جاءت بإبطال ذلك، فلا يرهن أحد إلا ما ملك رقبته من الأشياء. كان أهل الجاهلية يرهنون أولادهم، وكان هذا أمراً شائعاً، كما كان شائعاً عندهم أن يتملك الدائن، أن يتملك الدائن المدينة في حالة إعساره، أو أن يتملك المسروق منه السارق عندما يتسلط عليه استيفاءً لحقه. وقد جاء الإسلام الحنيف بإبطال ذلك كله، فلذلك لا يجوز الرهن في مثل هذه الأشياء التي لا يتملك الإنسان رقبتها، وإنما يرهن ما كان ملكاً له من الأعيان. وكان من حكم أهل الجاهلية أيضاً أنهم يغلقون الرهن، أي يحددون زمناً معيناً للرهن، فإذا مضى ذلك الزمن المعين تملك المرتهن العين المرتهنة، أي انقلبت ملكاً له استيفاءً لحقه. أما في الشريعة الإسلامية فذلك باطل. الشريعة الإسلامية فيها أن ذلك باطل، وإنما المرتهن تبقى تلك العين وثيقة في يده فحسب، لا ينتفع بها ولا يتملكها، اللهم إلا إذا ما طل الراهن في أداء الحق الذي عليه، فهنا يرفع صاحب الحق دعواه إلى القضاء الشرعي. وعندما يتعذر استيفاء الحق إلا ببيع العين المرتهنة، فإنها تباع على أن يستوفي المرتهن مقدار حقه فحسب، وما على ذلك فهو مرجوع إلى صاحبه، إنما يستوفي حقه وإن كانت بمقدار الحق من غير زيادة، فإنه يمكن أن يملكها إن كان ذلك هو مقدار قيمتها. وإبطال ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه، أي لصاحب الرهن وهو مالك العين المرتهنة غنمه وعليه غرمه. وهذه الزيادة فيها خلاف من حيث رفعها أو عدم رفعها بين رواة الحديث، ولكن أخذ العلماء بذلك. مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 283 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.